أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على عمق العلاقات المصرية الصينية وتنوعها وأهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، سيما في ظل احتفاء البلدين بمرور عشر سنوات على توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تعمل بموجبها الدولتان على تعزيز التعاون المشترك على مختلف الاصعدة. اعرب مدبولي عن تطلع الحكومة لتوسيع آفاق التعاون مع الجانب الصيني، ما يسهم في جذب مزيد من الشركات الصينية إلى السوق المصرية. مؤكدا دعم الحكومة الكامل للشركات الصينية أصبح لها دور بارز في دفع عجلة نمو الاقتصاد المصري، سواء في قطاع الأجهزة المنزلية أو الإلكترونية أو القطاعات الاقتصادية الأخرى، التي توفر الآلاف من فرص العمل. جاء ذلك خلال استقبال مدبولي الرئيس التنفيذي زي لمجموعه هاير العالميه والوفد المرافق له والذي ضم عددا من مسؤولي الشركه ومجموعه من القيادات الحكوميه لمدينه شانغداو المقرر حضورهم لمراسم وضع حجر اساس المرحله الثانيه من مشروع مجمع هاير الصناعي للاجهزه المنزليه بالعاشر من رمضان